خلينا نسميها التحركات في على الجبهة الجنوبية والشمالية بالنسبة للإسرائيليين، لا نية كما كان واضح في البيانات الإسرائيلية والبيان الصادر عن حزب الله. من يقرأ بين السطور يدرك أن كلا الجانبين لا يريدان أقله الحرب الواسعة والشاملة، لكنهما سيبقيان على مستوى الاستنزاف المستمر من 8 أكتوبر وصولا إلى اليوم. أما العملية البرية سيدتي فهي تحتاج إلى حسابات أكبر من مما حصل اليوم. لماذا؟ لأن الجانب الإسرائيلي يستهدف قيادي حزب الله من دون حرب شاملة توجه له خسائر في صفوف الجيش أو حتى في المنشآت الحيوية المدنية في الداخل، فلهذا على الأرجح يفضل استمرار وضع على ما هو عليه. فهو اغتال وسام الطويل وأبو نعمي وأبو طالب وفؤاد شكر أخيرا خلال الأسابيع الماضية، وهذا يعني بالنسبة للإسرائيليين قد يعدونه إنجازا من دون أن يذهبوا نحو حرب واسعة وشاملة يكون لها كذلك الأمر أضرار كبيرة على لبنان وعلى الجانب الإسرائيلي. فهم يعني يشنون أو يضربون بأقل خسائر ممكنة بالنسبة لهم. أما العملية البرية فتحتاج إلى تحضيرات وإلى قرار سياسي داخلي وخارجي وليس فقط قرارا داخليا، لأن فيها تغيير لخرائط الواقع السياسي في المنطقة. كذلك الأمر يعني لاحظنا قبل أيام حين استهدف حزب الله منطقة الجولان كان هناك تصريحات لهجاري قال فيها أن هذه العملية أن حزب الله يستهدف المدنيين وسيكون لنا رد متناسب وقوي. توقع بعض المحللين أن يكون الضرب في الضاحية الجنوبية كما حصل في وقت هجوم مجد الشمس واغتيال فؤاد شكر، لكن جاء في الليل كان ليلها شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة بقي أغلبها في منطقة جنوب الليطاني مع بعض الضربات التي كانت خارج المنطقة المعهودة لكن حصرت في جنوب لبنان، ما يعني أن اليوم المشهد سيكون على حاله طالما أن أيضا الجانب الإسرائيلي لم يعلن أن حزب الله نجح في إصابة هدف في شمال تل أبيب كما تنقل بعض وسائل الإعلام عن حزب الله، ما يعني أن هناك محاولة للتهدئة بين الجانبين والعودة إلى قواعد الاستنزاف التي يستفيد منها الجانب الإسرائيلي بلا شك. نعم.